المتابعات القضائية في حق عدد من السياسيين برلمانيين ووزراء سابقين فاعلين حزبيين، واش هي حملة تطهيرية ولا صدفة أنه سقطوا ويسقط عدد من الفاعلين السياسيين اليوم في المغرب؟ إحنا منين سقطوا البعض منهم كانوا في البرلمان واحد بوحد وكل شيء كان عارفه شنو داير وباقي وداك شيء، كنا نتألموا بزاف في الحقيقة، ومن اللي طاح عرفنا بأنه بسل بزاف داك شيء علاش طاح. ولكن اليوم كنظن أنه كين هناك العدد ديال الملفات، وخا كين بعض الناس متسميه الشخصيات، لأن بالنسبة لي كلمة شخصية تنطبق على شخصية اللي هي أشخاص. تكون ولا أشخاص، بعض الأشخاص اللي هما يعني عاتوا فسادا في البلاد، الناس اللي هما ما عندهمش ثقافة ما عندهمش أخلاق، وتيسحب لهم بأنه السياسة مقرونة بالفساد. وهاد الناس هادو اليوم أنا كنتمنى ماشي حملة تطهيرية، كنتمنى تكون بداية وخا محتشمة ديال وضع المغرب على السكة ديال دولة الحق والقانون وديال ربط المسؤولية بمحاسبة، لأنه كاين واحد العدد ديال الروسي غادي يطيح، واحد العدد ديال الروسي غادي يطيح ويجدوا راسهم، لأن ما يمكنش واحد السنين وانت يا غادي الحزب الغالب كتدخل فيه، هذا العام أحمر غدا صفر بعد غدا خضر، الناس مدخلين الأحزاب ما عندهم لا قناعة، ما عارفين داك الحزب تا فين غادي، تا فين غادي إلا كان غادي لشي بلاصة. كيف ما كان الحال كياخذوا الأحزاب كامل ضلات كيتستروا تحتنا كيكونوا مرأسين مجالس ديال المدن او مجالس، راه هنايا راه مدينه الدار البيضاء، مدينه الرباط، مدينه فاس، مكناس، شي الملفات اللي كتخرج منها والناس كيسكتوا. ولهذا انا كنظن اتمنى مع واحد العدد ديال الناس انه يكون المغرب بعد هاد السنوات العجاف اللي دزنا نبداو دابا في البناء الديمقراطي، لان علاش الاخطار المحدقه ببلادنا كثيره، كان بزاف الناس مترصدين لنا باغيين ياخذوا لنا كاع بلادنا وحنا نخدموا عندهم سلام، كيجي هو كيشري، كيجي كيستثمر، كيجي جاي بجلال بو، جاي بسلامو، جاي لنا هنايا وحنا موجدين الحليب والتمر وداكشي. حنا بغينا الاستثمارات تكون اولا المغاربه اللي يكونوا فيها، الارض تبقى للمغاربه، ما ندخلوش حنا في هذا العالم ديال لا ديبوسيسيون توتال، حيدوا لك كل شيء والو وتبقى انت جالس خدام عند دوك الناس. ولهذا التحسين ديال البلاد كاينه طريق وحده، نبنيو الديمقراطيه ودوله الحق والقانون، نصلحوا النظام ديال العداله. في الطريق حنايا قلت لك مع هادشي اللي وقع دابا قلنا مزيان، ولكن ماشي هادي مازال ما بايناش الطريق بزاف، ولكن قلنا نتمنوا هادشي يكون بدايه من تما نصلحوا نظام العداله ونقادوا التعليم ديالنا، الحكومه تعمل الحكمه وتفهم بانه راه ما كاينش المراوغه، راه دابا واخا تراوغ مع النقابات راه الشارع جالس كيتسنط وفاهم كل شيء الجري وكل شيء فالي النظام الاساسي. ولهذا بغينا نظام اساسي للنهوض بالمدرسه العموميه والجامعه العموميه والبحث العلمي، غادي نربحوا فيه كلنا، وغادي حتى هاد الناس اللي حكموا تحكم بهم الى داروا هاد الوقفه وعالجوا الامر باتجاه نهوض المدرسه العموميه، راه يمكن يكونوا كيعاونوا بلادهم.